عودة ل10 الصبح في الأهلي. أهلا بكم في تاني فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة. وطبعا كل عشاق كرة اليد منتظرين النهاردة انطلاق النسخة رقم 28 من بطولة العالم اللي أكيد هتقام في بولندا والسويد خلال الفترة من 11 وحتى يوم 29 من يناير الجاري. طبعا المنافسات بتشهد مشاركة 32 منتخب معظمهم منتخبات قوية جدا. النسخة اللي فاتت اللي حضراتكم فاكرين اتلعبت في مصر الكلام ده كان سنة 2021، ودي النسخة اللي فازت بيها الدنمارك. طبعا دي المشاركة رقم 17 لمنتخب مصر في هذه البطولة. وطبعا أكيد عندنا حلم مشروع جدا ان احنا مش بس نوصل للمربع الذهبي، ان احنا كمان نلعب في الماتش النهائي، وليه ما ناخدش البطوله اصلا. دي من ضمن الاحلام اللي ناس كتير الحقيقه بموجب اللي عملوه لعيبه مصر في كره اليد في كام سنه اللي فاتوا خلت عندنا النوع ده من الطموح. تعالوا نتكلم عن هذه البطوله وكيفيه الاستعداد ليها مع ضيفنا اللي منورنا في حلقتنا النهارده، كابتن محمد عبد الوارث نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق لكره اليد. يا صباح الخيرات. صباح الخير. انت لسه ما صحيتش يا كابتن محمد؟ لا والله صاحي من بدري والله. صحيح كلينيكيا. اه دي حقيقة. جسد بلا روح. صباح الفل. كل سنه وانت طيب يا رب. والله انتم طيبين. نبدا من اللي فاتت، البطوله اللي فاتت تمام. اللي كانت طبعا مقامه في مصر واللي فازت بيها الدنمارك، وطبعا الدنمارك معروفه ان هي في هذه الرياضه هي متالقه جدا. لكن انا هقول بقى وهبدا كلامي بان شاء الله هذه البطوله اللي هتبدا خلاص، احنا عندنا ثلاث عناصر غايبه عن البطوله اللي فاتت، وهي ثلاث عناصر مهمه جدا، الطيار طبعا ويحيى خالد واحمد الاحمر. خلينا نبدا من هنا بسؤالي الاول، يعني اول سؤال، هل هيفرق يعني غيابهم بشكل كبير مع المنتخب، ولا هيكون في تعويضات للمراكز بتاعتهم؟ هيبقى في الى حد ما برضو زي ما يتقال كده تاكتيك مختلف، اداء مختلف، يخلينا ان شاء الله زي ما كريم كان بيقول عندنا الحلم ان احنا نقدر نوصل المربع الذهبي. طبعا في الاول طبعا هيفرق كتير جدا. طبعا لعيبه خبرات، لعيبه محترفين. عندنا احمد الاحمر عنصر من عناصر الخبره الموجود من مع المنتخب بقاله فتره كبيره جدا، قائد بمعنى الكلمه، بيعرف ازاي ان هو يلم الناس، بيعرف غرف المغلقه بالنسبه له هو متعود عليها، عارف ازاي يعرف يتكلم مع اللعيبه، عارف ازاي يحفز اللعيبه. دي انا من وجهه نظري طبعا هتاثر تاثير كبير جدا، بس ان شاء الله يعني في مجموعه تانية موجودين هيقدروا ان هم يقوموا بالدور ده ان شاء الله. هو اصلا ايه اللي خلاه ياخد قرار على الاعتزال الدولي؟ يعني والله هي لا والله كنا عايزينه معانا. كل لعيب بقى، كل لعيب بتيجي عليه فتره بيبقى عايز خلاص اللي هو بالنسبه له عمل، يعني يعني احنا بنقول كده بفنش حياتي الرياضيه بشكل كويس، وانا لسه واقف على رجلي، مستوايا الحمد لله قمه كمان مش بالظبط. بالظبط كده. فهي دي بالنسبه له ان هو عايز، يعني بتيجي علينا فترات كده انا عايز اعيش حياتي شويه، افصل أكيد شويه. اكيد هو ممكن تدريب بقى ويعني اكيد حسن. اكيد اكيد طبعا هو طبعا عنده في دماغه طبعا اكيد خطط. اللحظه دي عدت عليك انت شخصيا امتى؟ اكيد طبعا دي بتبقى اصعب لحظه، بتبقى في يعني عند اللعيب وهو ازاي بيدي القرار ان انا حياتي كلها كانت في لعبه تقريبا بوصل لان انا 20-25 سنة جوه الملاعب، ان انا ازاي افصل نفسي عن الاجواء دي او الحياة دي، فده الموضوع طبعا بيبقى صعب جدا عليه. محتاجة استعداد نفسي كبير جدا، ومحتاجة ثقة، ومحتاجة تقبل حاجات كتيرة. اكيد يعني. طبعا لازم الواحد، هي دي سنة الحياة طبعا. احنا لازم هتيجي عليا فترة ان انا لازم اشوف كارير في حاجة تانية، اذا كانت في الرياضة اذا كانت خارج صحيح. الرياضة، فدي صحيح. وضع طبيعي بالنسبة لنا. طيب عندنا برضو يحيى خالد والعطار. يحيى خالد عطار مين؟ لا الطيار. صباح الخير. صباح الخير. مش انا لوحدي اللي نايم. قال لك عطار. واضح ان انا بالظبط كده. اوكي. ويحيى العطار. اتفضل. فطبعا يحيى خالد طبعا ربنا يقومه بالسلامه، اصابه كانت صعبه عليه وعلينا جميعا طبعا، ان هي اثرت على المنتخب. إصابة طبعا دي إصابة من إصابات الرخمة جدا اللعيبة كلها بتقابلها، ربنا إن شاء الله يقوموا بالسلامة. طبعا يحيى خالد كان عامل كبير في المركز الرايت باك، طبعا هو كان شايل الفترة اللي فاتت، لعيب عنده خبرات، قدر إن هو يعني بقى إحنا بنقول كده إن هو خلاص نضج، عارف هو بيعمل إيه. موضوع احترافه طبعا ده فرق معاه كتير جدا. لعيب مميز دفاعا هجوما، فانا شايف ان الجزء ده طبعا هيتاثر عندنا، بس احنا عندنا عناصر موجودين، محسن رمضان، مهاب. مهاب لسه شاب، مواليد 2002، لسه في منتخب الشباب، دي بالنسبه له بطوله هتبقى ان هو
بدايه ليه واثبات للذات، فرصه بالزبط. حلوه ان انت يبتدي. هو جات له فرصه طبعا لازم يمسك فيها، انا بقول له لازم تمسك فيها دي طبعا. بتبقى بالنسبه لنا كل لعيبه ان انا لسه ابقى شاب بلعب كاس عالم في وسط النجوم اللي موجودين، فطبعا دي بالنسبه له لازم تبقى خطوه مهمه صح. جدا هو يقدر يثبت نفسه. كنا بنقول من شويه ان مصر شاركت قبل كده 17 مره في كاس بالزبط. العالم او في بطوله العالم لكره اليد، في ضوء مشاهداتك بقى لل 17 مره دول واكيد مشاركتك في واحده منهم على الاقل او اكتر، اكيد مش كده برضو، مش انت شاركت في واحده منهم؟ اربع مرات تقريبا. اربع مرات. طيب يعني في ضوء بقى مشاركتك انت شخصيا في البطولات دي ومشاهداتك للمنتخب المصري في ال 17 مره اللي شارك فيهم، ايه اللي في رايك بيدي خصوصيه لمنتخبنا؟ كره اليد بقت من الرياضات اللي احنا في الفترة الأخيرة بقينا بنشهد فيها نجاحات كبيرة أكيد. وحسن تنظيم لفعاليات بطولات كبيرة قامت بها مصر قبل كده زي بطولة العالم نفسها. يعني إيه اللي بيميز وبيدي خصوصية لمنتخب مصر في كرة اليد بالمقارنة، هقول لك حتى بمنطقة الشرق الأوسط، بمنتخبات الشرق الأوسط؟ ممكن قبل ما ترد كابتن محمد أقول حاجة هنا إضافة وتأكد لي المعلومة دي طبعا لو تتفق معي. أنا هروح بالفضل لكابتن حسن مصطفى بصراحة، هذا الرجل اللي نقل هذه الرياضة نقلة تانية، رجل خلوق ومحترم وبجد اشتغل على المنتخب بشكل كبير جدا. طب اهي تحضرنا هذه الصورة طبعاً. يعني خلينا برضو نتكلم عن النقطة دي، لأن الإدارة لما بتبقى إدارة ناجحة وداعمة بيفرق بشكل كبير. أكيد، وده سببه أن دكتور حسن مصطفى من ولاد النادي الأهلي. طبعاً طول عمر النادي الأهلي عنده منظومة قوية جداً، وهو يعني راجل يعني في الإدارة هو عارف هو بيعمل إيه كويس، عارف إزاي أنه هو يوصل أنه هو يبقى رئيس اتحاد مصري، رئيس اتحاد دولي لغايه دلوقتي. بالظبط. فطبعا دي حاجه صعبه جدا ان هو يقدر يثبت في الفترات الاخيره دي كلها لغايه وقتنا هذا ان هو يبقى متواجد. طبعا هو ليه عامل كبير جدا ان هو نقلت المنتخب طبعا الفترات اللي كانت بتحصل من قبل كده لغايه دلوقتي. يعني انا شايف طبعا هو نجاح تام ان هو يقدر يوصل منتخب مصر، وهو كان عامل اساسي في الموضوع ده. هنرجع بقى لمميزات منتخب مصر. طبعا ان هم احنا كشعب مصري موضوع الاراده عندنا الموضوع، يعني احنا شعب شرقي فعندنا الحميه وعندنا وباقل الامكانيات ممكن تحقق انتصارات ضخمه جدا. دي طبعا وما عندناش حاجه اسمها، يعني انا بالنسبه لي واحد من المجموعه اللي كانت موجوده مفيش حاجه اسمها مستحيل اقدر اوصل. يعني الناس الفرق الاوروبيه دي هي وصلت ازاي مع ان انا عندي امكانيات عاليه جدا بس عندي الادوات مش زي اللي موجوده عنده. فانا بشتغل بادوات اقل وبوصل للمستوى بتاعهم. واللي صح. فرق كمان الفتره الاخيره موضوع اللعيبه بدات تحترف التفتح اللي حصل ده، الرياضه بقت بالنسبه للعيبه عندنا بقت مختلفه تماما. الفكر نفسه اللعيبه بدات ان هي عايشه الاجواء الاوروبيه الاحتراف، ازاي انا عارف انا باكل ايه بشرب ايه بنام ازاي حياتي بتترتب ازاي، تمريني نفسه حتى في فتره الراحه بتاعتي فتره الاجازه بتاعتي ازاي انا بتمرن ازاي انا. يعني ده كان على ايامك برضو يا كابتن محمد الفكر ده ولا تم استحداثه؟ يعني انا في جون كده عايزك تقول لنا عليه برضو نشوف مع بعض كده حاجه هتتعرض دلوقتي. تمام. ده سامح اخويا ده. ايوه. سامح طبعا كان كل الناس بتقول عليه ان هو حاجه ما حصلتش في الرياضه. دي حقيقه. هو كابتن سامح عبد الوارث طبعا. دي طبعا دي كانت هو كان لعيب غير طبيعي، كان لعيب بجد. يعني انا حتى لما كنت بقعد معاه بصراحه لا انا مش بجاملك بس انتوا الاثنين حقيقي احنا يعني الاثنين. بس هو كان برضو انا هفضل اقولها هو في حته تانية خالص. هو حتى الدراسات اللي اتعملت والكلام اللي يعني هو بيعمل حاجات هو معظم يعني وقته ما بتحصلش معظم وقته في اي مشاركات ليه بيبقى دايما بنشوفه من الوضع طائرا. يعني هو لما ينزل على الارض يعني هو فوق دايما. حتى التكنيك بتاعه هو حتى الناس بدات تتكلم وتدرس التكنيك بتاعه. تكنيكه مختلف تماما مفيش حد لغايه وقتنا هذا كان موجود ان هو ازاي ان انا ابقى في الهواء، ازاي انا يعني جسمي بيتغير في لحظه.
قوه الشوطه ازاي يعني كان عنده حتى نوعيه الارتقاء نفسها بالظبط كانت مختلفه تماما. انا مش بقول كده عشان اخويا والله ده هي لا لا دي حاجه معروفه دي لا دي لا دي لا دي فعلا دي حاجات كانت يعني الناس درستها والناس اتكلمت عليها طبعا. سامح مش هقول اخويا الكبير, سامح ابويا اخويا صاحبي كل بس حاجه. بس هو بقى انا ليه بقى عايز اربط بين ده, تحس لاعب محترف بمعنى الكلمه بالزبط. يعني فاهم يعني ايه احتراف, حتى لو احنا بنتكلم في اجيال يعني سابقه لكن الفكر موجود مع فكر الاجيال الحاليه اللي هو الفكر الاحترافي الديديكيشن الالتزام يعني ده فعلا كان موجود. هي الفكره كلها ان انا في حلم عندي, الحلم ده ازاي انا هقدر اوصل له, ازاي انا بدور على الحاجه اللي هتنجحني الحاجه اللي هتوصلني بمشي عليه ببعد عن اي حاجه. انا كلاعب رياضي بالظبط, انا كلاعب رياضي انا لازم اعرف ان حياتي مختلفه غير اي شخص موجود. انتوا ايه حكايه كره اليد عندكم في العيله؟ والله انا وسامح بس يعني لا انا اكبر فاهم بكلم ان اخين يبقوا يعني متسيدين لعبه معينه ومتفوقين فيها جدا ولافتين للانظار يعني مبدئيا جت يعني اختياركم للرياضه دي تحديدا اصلا جه ازاي؟ والله اختيارنا للرياضه حتى سامح كان اختياره للرياضه مش يعني مش هو اللي اختار, هو جات له يعني الموضوع جه صدفه معاه. حتى والدي ووالدتي الله يرحمهم ما كانوش يعرفوا ان سامح كان بيلعب اصلا هاندبول, هم عرفوا لما شافوه ده هو بياخد كاس العالم 94 ولا ايه؟ لا لا ده بجد والله ان هو ما كانش يعني هو كان بيروح التمرين ما كانش بيقول لهم, كان بيهرب من البيت بيقول لهم ان هو كان خايف مثلا يرفضوا او طبعا زمان كان الوضع ان هو ازاي لعيب بيلعب رياضه لا انت طبعا. لازم دراسه لازم تلتزم الحاجات دي كلها فطبعا كان شهادتك الاول وبعدين لا بالظبط كان يعني لعيبه رياضيين كتيره كانت بنفس الاسلوب ده. فهو سامح بصراحه تعب جدا, انا كنت بشوف في اوقات ان هو كان من يعني وهو نايم بيتالم ويتوجع, كان بيتمرن تقريبا لا يقل عن 8 ساعات 9 ساعات في اليوم هو بصراحه الحته دي. فانا بصراحه اللي خلاني حبيت الرياضه انا من وانا صغير بقى بعد ما اخويا بعد ما سامح كمل الرياضه وبدا يظهر في البيت كلهم قالوا لي العب كوره وانا كنت في البدايه بلعب كوره, فطبعا قلت لهم لا انا هلعب انا هكمل المسيره وهشتغل. حتى سامح نفسه قال لي انا بص انا مش هجبرك انك تلعب دي ولا تلعب دي, انت شوف نفسك فين وده الاهم وده دي اول كلمه لازم اي اب وام يقولها لاولاده اختار انت طبعا بالظبط شوف الحاجه اللي هتميزك ايه, مش شرط الرياضه انت مثلا الهاندبول هي اللي موجوده ومتسيده دلوقتي ان انت لازم كل الاولاد تلعب هاندبول, لا انا مش شرط انا طبعا اي لعبه ازاي انا هظهر فيها ازاي انا هبقى مختلف مميز طبعا هي دي المهم وده اللي انا اخترته. بصحة في الرياضة وفي الدراسة نوعية الدراسة لازم أكيد الشخص هو اللي يختارها أكيد طبعا, أكيد طبعا. أنا حتى عندي أولادي دلوقتي برضو بيلعبوا هاندبول كان فكرهم برضو نفس الفكرة أنا عايزين نلعب كورة العبوا كورة دخلتهم كورة دخلتهم هاندبول لقيت أنا طبعا عشان عارف الهاندبول والرياضة ماشية ازاي لقيت الموضوع بقى مختلف معاهم فكملوا هم نفسهم حبوا الموضوع يعني شافوا كمان عندهم نفس الموهبه بتاعت والدهم وعمهم في عندي يعني زين الكبير في بشاير كده بتقول كده لا لا الحمد لله انا عندي زين الكبير مواليد 2008 ما شاء الله عليه دلوقتي هو واخد كمان جينات من سامح كمان اكتر الطول القوه الجسمانيه واخدها عندي عندي سيف مواليد 2010 سيف يعني هو بالنسبه له عاش معايا اكتر ما عاش يعني ما زين عاش معايا ان هو كان بيجي معايا التمرين على طول هو كمان دماغه اللعبه الحلوه بيحب يبسط الناس ويحب يبسط نفسه جوه الملعب فعنده حته المهاره شويه فهي دي طبعا دي بالنسبه لي انا حاجه بسطاني جدا ان هما الاثنين يبقى في اختلاف ما بينهم ما يبقاش نفس الشكل يعني في ان شاء الله في يوم من الايام هنشوفهم هما الاثنين في المنتخب باذن الله ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمهم وربنا يكرم الاولاد كلهم طبعا عندنا هو كمان البطوله خلاص النهارده خلينا بقى نتكلم شويه انا هروح للمعسكر هل معسكر شهر احنا طبعا بقالنا كان شهر في المعسكر ومعسكر مغلق هل كان كافي شهر ولا يعني كنا محتاجين اكتر؟ والله الموضوع دلوقتي بقى مختلف تماما عن الاول. الاول كان زمان كنا احنا بمعسكرات لازم بتقعد بالاربع شهور والخمس شهور والتجمعات كتير واللعيبه بتبقى مع بعض كتير دلوقتي الموضوع بقى مختلف تماما ان الفكر نفسه عشان بقى فيه محترفين فبقى فيه الاجنده الدوليه دي هي اللي بتجبر المنتخبات ان هم ليهم مواعيد معينه فطبعا الحته دي عندنا طبعا اتغيرت عن المفهوم القديم
فطبعا دلوقتي بقى المعسكرات بدات تقل طبعا، عشان بيبقى في كمان الدوريات الموجوده، الدوريات اللي هم اذا كان المحترفين او اللعيبه المحليين، فطبعا عشان يقدروا فرصه، اللي هي الفكره كلها ان ازاي اللعيب يقدر يجيب مستواه، هي بيجيب مستواه بالماتشات اكتر من التمرين، فهي دي الفكره طبعا، ان هم كان الدوري طبعا ان هم يلعبوه، ان الموضوع يبقى فيه ماتشات يكثفوا ماتشات الدوري عشان اللعيبه تبدا تشتغل على الحته دي. فطبعا هي الفكره خلاص، اللعيبه لعيبه الدرجه الاولى انا مش محتاج منه غير ان انا هو يبقى كبدنيا واقف على رجله. الحاجات بقى اللمسات البسيطه بتاعه المدرب، الخطط اللي ازاي هنلعب، الانسجام مع بعض، هي دي بس اللي بتبقى موجوده. طيب خلينا يعني عفوا للمقاطعه بس ايه، عشان برضو ما نطولش على الضيف العزيز اللي منورنا على التليفون، وبرضو نعرف منه الاستعدادات للمشاركه وخلاص بقى بدء انطلاق الفعاليات نفسها. احنا معانا على التليفون دكتور محمد الامين رئيس الاتحاد المصري لكره اليد. يا دكتور محمد صباح الفل على حضرتك، واهلا بيك في 10 الصبح في الاهلي. صباح الخير يا فندم، واهلا بيك يا سليم. اهلا بيك. يا ترى يعني احنا كلنا متاملين خير ومتعشمين قوي ان احنا ان شاء الله بدايه كلام كده باذن الرحمن، باذن الرحمن نلاقي منتخب مصر لكره اليد في المربع الذهبي. توقعات حضرتك ايه يا فندم؟ الاول سيبنا اعلق على يعني اللي قاله ضيفنا العزيز. فبقول ان فعلا هو اصاب جزئيه مهمه جدا، اللي هي ان احنا ما بين في حاله وسطى ما عدناش عليها كده، اللي هي يبقى جزء من المنتخب محترفين في الخارج وجزء ثاني داخلي. وده احنا يعني بنناقش هذا الامر بقالنا فتره طويله، لان ازاي نعمل الانسجام ما بين الخارجيين اللي هو المحترفين والداخليين اللي هم المحليين اللي بيشتغلوا معاهم. فدي نقطه فعلا يعني علميه مهمه جدا، وده حاولنا بشتى الطرق ان احنا نعمل هذا الانسجام، يبقى معانا قاعده بيانات مع اللعيبه الخارجيه وتعرف كل حاجه عنها، وبحيث ان احنا في الفتره البسيطه اللي بيتجمعوا معانا فيها نقدر نصل للمستوى المطلوب لنا في اداء المباريات. انا بشكر يعني بشكر الضيف على الجزئيه دي. تمام. الجزئيه بقى ان احنا في مربعنا يعني نعمل ايه؟ احنا طبيعي شعبنا واعلامنا وحياتنا كلها اصبحت دلوقتي خلاص، يعني احنا ما فيش امامنا غير ان احنا بننافس على ميداليات. ما ينفعش نرجع نقول للناس تاني احنا عملنا، خصوصا بعد الدوره الاولمبيه تمثيل مشرف في طوكيو، ان احنا بنشارك. وبعدين يعني من 2001 احنا سبق حقنا المركز الرابع في 2001، يعني احنا متاخرين جدا. كل المجالس اجتهدت، كل المجالس حطت في ذهنها انها توصل للهدف ده. نتمنى من الله ان شاء الله ان احنا نحققه السنه دي. اللاعبين قدر المستطاع، يعني احنا الاتحاد لم يبخل على المنتخب في اي شيء. احنا كل الاستعدادات اللي طلبتها لجنه المنتخبات والمدير الفني نفذناها. كان فيها صعوبه لكن احنا قمنا بكل الامور، سافرنا وجينا واستضفنا وكل ده استعدادا من بعد الامم الافريقيه اللي فاتت، واحنا بنستعد لهذا اللقاء. التفصيله يا فندم اللي كنا بنتكلم فيها من شويه، مساله الغيابات المؤثره الى اي درجه، وحضرتك طبعا يعني اكيد ليك رؤيتك في هذا الاطار. احنا معانا ياسر خالد طبعا، يعني ربنا يشفيه ويعافيه ويرجع لنا تاني بالسلامه. لا شك ان هو قيمه كبيره جدا. أكيد. مش على مستوى مصر، على مستوى العالم طبعا. يعني لاعب من الطراز الاول، لاعب متميز. يحيى اصابته كانت مشكله، خاصه انها جت في توقيت اعتزال كابتن احمد الاحمر في نفس المكان وفي نفس المركز. لكن عندنا ان شاء الله مهاب من اللاعبين الواعدين المتميزين، ومعنا محسن ابراهيم. احنا بنجهز دول من فتره انهم يشغلوا هذا المنصب، المكان يعني المركز اللي هم بيلعبوا فيه. دايما البطولات بتبقى يعني ايه، لحظه ميلاد نجوم جداد. صحيح طبعا. فاحنا بنعتقد يعني باذن الله ان احنا هنشوف اكتر من نجم في اكتر من مكان من شبابنا اللي احنا طعمنا بيهم المنتخب الاول، ودول في ذهننا من فتره، وهم يعني معانا في المشاركات ومعانا في الاحتكاكات الخارجيه، وباذن الله كل طموحاتنا واملنا ان احنا نحقق.
يا رب ان شاء الله، وباذن الله مكالمتنا الجايه مع حضرتك نكون بنهني بيها ان شاء الله بحصولنا على مركز متقدم في يعني في البطوله دي. احنا بنشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر. حصلنا على ميداليه بقى ان شاء الله يا صوت كريم ان شاء الله. يعني احنا كلنا مشتاقين لفرح الشعب المصري كله، مشتاقين لكره اليد انها تاخد حقها ومكانتها اللي بدات من حسن مصطفى والتنظيم والمنظومه الجميله، وتتابعت في مجالس مختلفه، كل واحد حاول بقدر استطاعته ان هو يعطي ما يمكنه للتطوير وللتحسين. ولكن هي طبعا يعني احنا شفنا بعض الاهتزازات وبعض الوقوع اكيد غير المقصود، ولكن في النهايه احنا كلنا بنسعى لصالح مصر، وباذن الله ربنا يسعدنا جميعا بها ان شاء الله. اللهم امين اللهم امين. بنشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر، وتمنياتنا بكل التوفيق باذن الله لمشاركه منتخبنا في هذه البطوله، وعوده بقى لضيفنا اللي منورنا في حلقتنا النهارده. كنت وقفت فين في الكلام بقى؟ لا انا عايزه اروح بقى للمنتخبات دلوقتي اللي نقدر نقول مش خايفين منها او مقلقين، بس تقلق شويه من فكره التنافسيه، يعني في تنافسيه بتكون فيها عاليه. تمام. في المجموعه بتاعتنا طبعا فرقه كرواتيا، منتخب كرواتيا طبعا منتخب قوي جدا طبعا. بس هو كرواتيا بقى لهم فتره في تجديد في المنتخب، فهو مش بكامل قوته انا ده من وجهه نظري. فدي طبعا بالنسبه لنا هتبقى فرصه كويسه جدا. عندنا المغرب كمان معانا تاني، مش فاكرها يعني. انا هقول لك احنا غالبا معانا المجموعات لو تحب أمريكا. اقولها امريكا منتخب امريكا، المجموعه الاولى اسبانيا والجبل الاسود وتشيلي وايران، المجموعه دي الاولى. الثانيه سلوفينيا، فرنسا، بولندا، السعوديه. المجموعه الثالثه السويد، البرازيل، كاب فيردي واوروغواي. والمجموعه الرابعه ايسلندا والبرتغال والمجر وكوريا الجنوبيه. تمام. ومنتخب مصر كرواتيا مغرب امريكا. تمام. احنا الى حد ما دي المجموعه اللي هي هتبقى السبعه، مصر بالزبط. في السبعه بالظبط كده. دي انا شايف ان المجموعه بتاعتنا مجموعه كويسه جدا، هتبقى بالنسبه لنا كمان كبدايه ان اللعيبه، حتى لو اللعيب لسه ما وصلش للفورمه بتاعته، ان هو يبدا ان هي كتدريجيا طبعا. انا شايف ان هي طبعا كويسه جدا في مصلحتنا. معانا منتخب قوي، منتخب كرواتيا، معانا مغرب، معانا امريكا، منتخبات محترمه جدا. القوة طبعا اللي احنا بعد الدور الاولاني طبعا هتبقى مختلفة تماما طبعاً. فانا بالنسبة لي ان انا كبداية ليا، انا شايف ان المنتخب طبعا فرصته كويسة، بداية ليه بداية كويسة جدا. وفرص المنتخبات العربية بشكل عام في البطولة دي، يعني احنا عارفين ان في 7 منتخبات عربية هتشارك في البطولة دي بالزبط. ما بين قارتي افريقيا واسيا، بالظبط. بعيدا عن مصر، تعال نحيد منتخبنا مؤقتا. فرص المنتخبات العربية الاخرى هي قطر والجزائر بيلعبوا مع بعض في المجموعة الخامسة، صح كده؟ بالظبط كده. طبعا الجزائر منتخب بادي بقاله فترة كويس، كان برضو عنده تجديد، منتخب دلوقتي شاب، شايف ان في عناصر كويسين جدا ظهر الفتره اللي فاتت. منتخب قطر شايف ان هو برضو كان عنده كم خبرات الفتره الاخيره، بدات دلوقتي الموضوع يعني هم التجديد هم بادئين فيه، فطبعا هي دي هتبقى فتره تذبذب عندهم الفتره دلوقتي، يعني انا دي من وجهه نظري. منتخب المغرب منتخب لسه برضو هو ما بقاش ظاهر على الساحة قوي. منتخب تونس برضو عنده مجموعة كبيرة جدا من الشباب، الفترة الأخيرة هو كانوا يعني هما الخطط ان هما كل فترة تبقى شباب، فأنا شايف ان هو قدام هتبقى تونس بالنسبة لهم هتبقى الفترة الجاية هتبقى كويسة بالنسبة لهم. بس تونس مع الدنمارك برضو صعبة. هي الفكرة كلها ان هو بيبقى القرعة طبعا هي اللي بتظلم منتخبات طبعا، فهي دي النقطة اللي احنا بنتكلم عليها. بس هم بالنسبة لهم طبعا هتبقى خطوة كويسة جدا ان هو يبقى في احتكاك كويس جدا. بس دول شمال افريقيا بصفة خاصة، ومش بس في كرة القدم، في كرة القدم وفي معظم الرياضات اللي هم بيمارسوها. تمام. دايما بتلاقي ان عندهم فرص لاحتراف اللعيبة بتاعتهم في الدوريات الاسبانيه والفرنسيه بصفه خاصه، هم الاقرب ليهم يعني. فدي برضو ما بتديش ميزه نسبيه، فكره ان هم متعودين على المدارس الاوروبيه في كره اليد. طبعا بتفرق، بس هي الفكره كلها زي ما بنقول يعني انا عايز ايه، يعني اللعيبه اللي موجوده. برضو احنا في الاول وفي الاخر
اللعيبه المصريه بتبقى مختلفه تماما عن اللعيبه الجزائريين التوانسه المغاربه. من ناحيه ايه يا كابتن محمد؟ من ناحيه المهاره، بنتكلم على من ناحيه المهاره، من ناحيه ان احنا كشعبيتنا في الهاندبول احنا اقدم، احنا الخطط او يعني الفكر اللي احنا ماشيين عليه الفتره دي من بقى لنا فتره كبيره فكر مختلف تماما. عندنا الدنيا كلاعيبه عندنا منتخبنا اتقل بالظبط، هو طول يعني احنا عندنا بقى يعني بقى لنا فتره احنا منتخب مصر طبعا بالنسبه للمنتخبات اللي احنا اتكلمنا عليها هو منتخب مصر هو يعتبر تقريبا من اتقل المنتخبات العربيه اللي موجوده، فدي دي اللي بتميز عندنا يعني هي دي اللي بتميز منتخب مصر بصراحه. حلو جدا، انا اتمنى يعني البطوله السنه دي فعلا، لان احنا نستطيع يعني في الاول وفي الاخر أكيد. انت متوفر عندك كل الامكانيات، في دعم كبير جدا عندك، عناصر قويه. ما اعتقدش ان برضو الموضوع صعب ان انت تنافس دول كبرى زي الدنمارك وغيره، فكره ان انا نفسي اوصل لكن مش اكيد ان انا انجح، او الثقافه دي نفسنا تتغير، مش بس في رياضه مثلا كره اليد او غيره، لا في كله، كره القدم وفي كله. فهوبفلي ان شاء الله المنتخب يفرحنا ويبقى في اداء مختلف. اكيد اكيد طبعا يعني. وطبعا احنا في عنصر احنا نسينا نتكلم عليه، احمد هشام دودو رجع من الاصابه، لعيب بيلعب في الدوري الفرنسي في فريق نيم، ده طبعا هيبقى اضافه كويسه جدا ان شاء الله. طبعا منتخب مصر يفرحنا زي ما عودنا دايما ان هو يفرحنا ان شاء الله. بقول لهم ربنا يوفقكم وشدوا حيلكم، الموضوع مش صعب ان شاء الله نقدر. بالظبط، وان شاء الله المقابله الجايه ان شاء الله نبقى ايوه هنتابع معاك كده الفتره الجايه. شكرا يا كابتن محمد، شكرا ليك بجد. الله يخليك، شكرا لحضرتك باذن الله. واسمحوا لنا نطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع عشان نستقبلكم بقى بيا مسجله، هيكون منورنا من خلالها دكتور عزيز. معانا الفقره دي بنتمنى لكم اكيد ان شاء الله اكيد لكل متابعي الصبح في الاهلي. اتفضل.